التورتيلا عندنا عيش تورتيلا، عندنا نص كيلو لحمه مفرومه، عندنا معلقه كبيره من الصلصه، زيتون اخضر حلقات، فلفل اخضر مفروم، بصل مفروم، كوبايه عصير طماطم، ملح وفلفل، وجوزه الطيب، ورشه قرفه، ومكعب مرق، وعندي صلصه البشاميل اللي دايما بكون حريصه نعملها مع بعض، 5 معالق زبده، 5 معالق دقيق، 6 كوبايات لبن، وعندي للوش طبعا جبنه مبشوره. هقول المقادير مره كمان. عندي عيش تورتيلا، عندي نص كيلو لحمه مفرومه، معلقه كبيره كبيره صلصه، عندي زيتون اخضر حلقات، عندي كمان فلفل اخضر مفروم، بصل مفروم، كوبايه عصير طماطم، ملح وفلفل، وجوزه الطيب، ورشه قرفه، ومكعب مرق. ولصلصه البيتزا محتاجه 5 معالق زبده، 5 معالق دقيق، 6 كوبايات لبن، وجبنه مبشوره للوش. هنبدا كده ايه نشتغل في الحشو بتاعي بتاع اللحمه المفرومه مع برضو البشاميل، هشتغل فيهم الاثنين في نفس الوقت. اجيب بس سباتيلا كده ونبدا نحط البصلايه. هجيب بصلايه كده اكون فرماها، احط بس شويه زيت كده واقوم مشوحاها على طول في الزيت. اهو شويه زيت، طاسه سخنه اكون مسخناها، وانزل على طول بالبصلايه المفرومه اهي بالشكل ده. اديها كده تشويحه، وهنزل كمان معاها بالفلفل الاخضر اللي انا فرماه، ممكن يبقى حار ممكن يبقى رومي، ده كده رومي، فبرضو لو عايزين تخلوها سبايسي شويه ممكن تفرموا معاها قرن فلفل كده حامي لو حابين. اهو بشوح البصل وبشوح الفلفل في شويه الزيت اللي انا حطيتهم في الطاسه السخنه اللي عندي. اهو كده ابدا انزل باللحمه المفرومه بالشكل ده. اهو كده تمام، خليني ارفع هني لو سمحت من كده شويه، ارفع من كده شويه الفلفل بعد اذنك. تمام، وافضل اقلب في اللحمه المفرومه بالشكل ده كده اهو، مع البصل ومع الفلفل بتاعي. احط بقى عليه شويه التوابل بتاعتي، احط شويه جوزه الطيب اهو كده رشه كده، واحط مكعب المرق، هحطه كده مكعب مرق مفروم. اجيب بس منديل امسح كده الدنيا اهو. ونبدا احط جوزه الطيب، بصوا مكعب المرق حطيته في النص كده عشان ادوبه في شويه السوائل اللي نازله من اللحمه، طبعا اختياري، حابين تحطوه تمام، مش حابين تحطوه تقدروا ان انتوا تستغنوا عن مكعب المرق اهو بالشكل ده كده. واحط شويه فلفل اسود اهو، وشويه ملح، شويه بقى ملح بساط جدا لان انا حاطه مكعب المرق، فايه فهيبقى مملح معايا، فكفايه جدا كده اهو. بصوا بفلفل كده اللحمه المفرومه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالشكل ده تمام. بعد كده بحط كوبايه من عصير الطماطم، اسيبها تتسبك كده معايا بالشكل ده تمام كده، مع معلقة الصلصة الكبيرة. أقلب كل العصاج ده كده مع بعض وأسيبه يستوي مع بعض شوية، وهو بيستوي كده مع بعض هنبدأ نعمل في البشاميل بتاعنا. حط الكزرول كده عندي على النار هنا، ونبدأ نقلب تقليبة كده في العصاج، وهسيبه بقى لحد ما يستوي خالص. خلاص بهرته وحطيت ملح وفلفل وشوية جوزة الطيب ورشة قرفة كده بسيطة، هتبقى برضو تضيع لي الزفارة بتاعت اللحمة، وحطيت مكعب مرق تمام، شوحت البصلاية مع شوية الفلفل، وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة وقلبت مع كوباية عصير طماطم ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم والبهارات بتاعتي اللي أنا قلتها. هسيبهم بقى كده إيه، بصوا
يستووا كده مع بعض. واحنا بقى بنسوي كده مع بعض اقرب كده مقادير البشاميل عشان نبدا نعملها. عندي 5 معالق من الزبده، 5 معالق من الدقيق، وعندي 6 كوبايات من اللبن. تمام اهي العصاج عندي هنا بيغلي وبيستوي مع بعض، وانا في الكزرول التاني كده هبدا اجيب ويسك عشان اعمل البشاميل بتاعي. هحط 5 معالق من الزبده، ممكن بدل الزبده سمنه، ممكن زبده وزيت، اي حاجه انتوا حابينها. اهو بالشكل ده كده تمام. اول ما الزبده عندي تسيح هنزل بالدقيق. اهو 5 معالق من الدقيق لسه هيسيح، وهقوم اقلباهم كده مع بعض. لسه الزبده عندي لسه في حتت مسحتش. تمام لازم اسوي الدقيق شويه كده عشان ما يدينيش الطعم الني. اهو بصوا الزبده لسه كمان فيها حتت مسحتش اهي. اقلب كده كله مع بعض عشان اتاكد ان كله الدقيق اللي عندي اخد كده سن التسويه، ما يبقاش طعمه دقيق ني كده. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. وابدا انزل اللبن بالتدريج. بصوا كل مره بحاول اعمل البشاميل قدامكم عشان بتسال عليه كتير جدا. بصوا شايفين سهل جدا اهو، خلاص 30 ثانيه كده او دقيقه وابدا انزل باللبن بالتدريج. هقلب دول وبعدين ابدا احط بقيه اللبن اللي عندي. بصوا تقليب مستمر بالشكل ده اهو لحد ما يتقل عندي. في نفس الوقت ده ادي للحمه المفرومه تقليبه اهو كده بالشكل ده. ايوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابدا اقلب برضو البشاميل، اقلب البشاميل لحد ما القوام يتقل وابدا اخفف بيها بالراحه. ما خففهاش، ما احطش اللبن كله مره واحده فابقى محتاسه بقى اتقله ازاي او يخف معايا، لا نحطه بالتدريج. بصوا بيتقل اهو معايا شايفين اهو. في المرحله دي بقى اول ما يتقل قوي معايا ابدا احط لبن تاني لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. شايفين المرحله دي ناعم ازاي اهو، بيتقل بس ناعم معايا ولا مكلكع ولا اي حاجه. هبدا احط بقيه اللبن وهوريكم القوام تاني اهو. بصوا بصوا ناعم معايا ازاي، مفيهوش اي كلاكيع. طول ما انا يعني بضرب باستمرار، انا بحاول اركز على النقطه دي عشان بيجي لي عليها اسئله كتير جدا، ان في ناس البشاميل ده بالنسبه لهم موضوع ما بيعرفوش يعملوه خالص. فانا بقول لكم اهو الطريقه اللي انتوا تعملوه بمنتهى السهوله. زبده وزيت، الزبده قد الزيت، مش شرط زبده خالص، اي دهون، سمنه، زيت، زبده، ممكن احط شويه زيت على شويه زبده، ممكن احط شويه زيت على شويه سمنه، اي دهون. 5 معالق منها، 5 معالق من الدقيق. تمام هحط عليهم 6 كوبايات لبن بالتدريج. الاول هقلب الزبده مع الدقيق او الدهون مع الدقيق تستوي شويه 30 ثانيه وهبدا احط اللبن بالتدريج عندي بالشكل ده بس كده اهو. خلاص احط بقى عليه ايه؟ هحط عليه رشه بسيطه جدا فلفل اسود بس، مش اكتر من كده عشان مش عايزه لونه يغير. عايزين تحطوا فلفل ابيض ممكن. هحط عليه ملح تمام، هحط عليه رشه بسيطه جوزه الطيب، ما عنديش جوزه الطيب خلاص. خلاص عايزين بقى تضيفوا له اضافات، قشطه، كريمه لباني، اي حاجه من الحاجات دي براحتكم ممكن. شايفين ناعم اهو ولا محتاج خلاط نضربه فيه؟ عشان في ناس بتضربه في الاخر في الخلاط بتصفيه، مش محتاج خالص اهو، كله ناعم وحلو جدا. العصاج عندي كمان جهز، ممكن نشيل دول يعني. العصاج كمان عندي جاهز. ابدا العيش اهو قدامي، وعندي جبنه وفلفل بالشكل ده، وعندي الصينيه اللي هعمل فيها. هحط بس الزيتون الاخضر كده اخر حاجه على اللحمه المفرومه اهو بالشكل ده كده.
عايزه صاج فرن اسود يعني اهو كده. خلاص كده العصاج عندي جاهز او الحشو عندي جاهز، هرفعه من على النار احطه هنا، وعندي برضو البشاميل جاهز جدا هرفعه برضو احطه هنا. تمام، تعالوا بقى نركب الصينية بتاعتنا. هجيب صاج كده فرن من هنا، احط بس عليه الصينية دي. عشان انا هنا عاملة في الصينية اللي هي بتتفتح من الجنب، تمام؟ عشان لو في اي حاجة وقعت تقع على الصاج. ابدأ بقى اجيب مغرفة كده وابدأ اركب الصينية بتاعتي. طبق يا هني بعد اذنك. احط شوية من البشاميل. طبق فليتي اهي. احط شوية من البشاميل كده في الأرضية بتاعتي اهو كده بالشكل ده، وابدأ اجيب طبقات العيش اللي عندي بالشكل ده. بصوا هتعامل معاها زي ما بتعامل مع المكرونة اللازانيا بالظبط، مفيش فرق. خلاص، واحط شوية من الحشو بتاع اللحمة المفروم. تمام، احط شويه من البشاميل كده، وابدا اجيب طبقه تانيه. شايفين؟ وهكذا احط الحشو التاني. فدي مثلا عندي بديل لو ما عنديش مكرونه لازانيا ممكن اعملها بالشكل ده. مكرونة لازانيا كمان 90% منها أنواع مش مصري، فبتبقى غالية شوية، فممكن أبدلها بده. عندنا بس يعني كام نوع كده مصري حلوين لسه نازلين أسعارهم لطيفة، بس لو مش متوفر عايزين تعملوها بعيش التورتيلا تبقى تغيير، تبقى حلوة برضو جدا. تمام أهو، وهكذا أحط شوية من البشاميل. صينية كاملة مش محتاجة أي حاجة تانية معاه، يعني هي متكاملة من كله. وأبدأ أحط العيش التاني وهكذا لحد ما أخلص كل الطبقات بتاعتي. أنا هسرع شوية إيدي أهو كده، بصوا لحد ما أخلص كل الطبقات اللي عندي. حابين بقى تعملوا لها حشو بدل اللحمة المفرومة، ممكن فراخ، اعملوا الحشو اللي انتوا حابينه، يعني اي حشو. ممكن تعملوها خضار بس من غير اصلا اي حاجة، من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. لو تحبين برضو تعملوها كده تقدروا برضو تعملوها كده، يعني مش شرط تبقى فيها حاجة لحوم، ممكن تعملوها سي فود. وهكذا خد معلقة كده هنا واعملوها في الصينية دي عشان بعد كده كمان نفتحها تبقى حلوة جدا اهو كده بالشكل ده. وهكذا لحد ما اخلص الصينية بتاعتي كلها اهو. اوزع كده اللحمة المفرومة، بس عاملة زي التورتاية كده كأننا بنحشي تورتاية اهو. ممكن كمان نزود جبنه في جوه لو حابين، برضو من الحاجات برضو اللي هتبقى حلوه. لو حابين تزودوا شويه جبنه ما بين الطبقات برضو هتبقى حلوه جدا. تمام، ممكن بقى احط دي وتبقى اخر واحده اهو. حلوة جدا وفكرتها جديدة مختلفة نقدر نعملها بيها. عملنا قبل كده كمان العيش تورتيلا في البيت، فلو حابين برضو تطلعوا الطريقة وتعملوها في البيت تعملوه. كنا عاملينه ازاي نعمله في البيت مع حلقة الشاورما.
هجيب بقى آخر طبقة أحطها بالشكل ده. خلاص تمام، وأبدأ أحط كل البشاميل اللي عندي. خلاص الطبقة بقى الأخيرة اللي هي إيه بتاعة البشاميل بالشكل ده كده. أحط شوية جبنة مبشورة، ممكن تحطوا كمان لو حابين مثلا تزينوها بشوية فلفل كده ألوان قبل ما أحط الجبن أهي كده. تمام، شوية بقى جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، أي نوع جبنة عندي أحطه كده فوق الوش. بصوا مش محتاجة أي أكل جنبها، ولا فراخ ولا مكرونة ولا لحمة ولا أي حاجة، هي خلاص كفاية جدا فيها كل حاجة، فمش محتاجين إن احنا ناكل جنبها أي حاجة. اهو بالشكل ده كده، وادخلها. ممكن برضو لو حابين تزودوا زيتون اخضر برضو ممكن، حلقات كده فوق الوش. خلاص وهدخلها الفرن، احط بس الشبكه دي كده في النص اهو كده، وابدا اجيب الصينيه بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وادخلها الفرن. بصوا اهي، شيل الجبنه دي كده اهي، وادخلها بقى. يا دوب مش هتاخد وقت طويل، يعني هتاخد وقت معايا قليل جدا. تمام اهو كده، وندخلها كده على طول. تمام اهو، دي كده اللازانيا اللي بالتورتيلا اللي احنا عملناها مع بعض.